بسم الله بقلبنا الروح القدس لنا واحد امين. حلقة جديدة من قناة دكتور اوجستين، بسيطة 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 بسيطة، رعاية مش حويطة، اسلامة جبرية، فرنج معايا شوية حرامية. من ربنا فين رايحين؟ على جهنم ساقطين ليه يا جماعة؟ ارحموا اللي في مجاعة، ما تبقوا مش مراعين وتبوقوا في الإذاعة. بسيطة بسيطة، رعاية مش حويطة، إسلامة جبرية، فقدان رعاية شوية حرامية. من ربنا فين رايحين؟ على جهنم ساقطين ليه يا جماعة؟ ارحموا اللي في مجاعة، ما تبقوش مراعين وتبوقوا في الإذاعة. امسكوا الإرهابيين وخليهم مظبوطين، وحطوهم في الحبوس وخليهم محبوسين. افرجوا عن المظلومين، خليهم معيدين عشان أهاليهم يبقوا فرحانين. انصفوا دولة مدنية وطردوا الإرهابية، وتعالوا عيدوا معانا في الكنيسة دي. بسيطة بسيطة، رعاية مش حويطة، إسلامة جبرية، فقدان رعية في شوية حرامية. من ربنا فين رايحين؟ على جهنم ساقطين ليه يا جماعة؟ ارحموا اللي في مجاعة، ما تبقوش مراعين بواقوا في الإذاعة. وطنيتنا كاملة مش محتاجة مجاملة، أباط ودي بلدنا بنحبها احنا وأجدادنا، لازم نحافظ عليها. قلوبنا ونراعيها ونحارب اللي يعاديها. بسيطة بسيطة، رعاية مش حويطة، إسلامة جبرية، فقدان رعاية في شوية حرامية. ربنا فين رايحين؟ على جهنم ساقطين ليه يا جماعة؟ ارحموا اللي في مجاعة، ما تبقوش مراعين وتبوقوا في الإذاعة. في مظلومين في الأشغال والتعيين والمواهب والتمثيل محرومين، والاسم انكم منصفين. بسيطة بسيطة، رعاية مش حويطة، اسلامة جبرية، فقدان رعاية في شوية حرامية. من ربنا فين رايحين؟ على جهنم ساقطين ليه يا جماعة؟ ارحموا اللي في مجاعة، ما تبقوش مراعين وتبوقوا في الإذاعة. ببساطة، محبش حد زايد على أباط، الأباط استحملوا بما فيه الكفاية، وما احبش المزايدة تكون أصلا من جوه الكنيسة. وبما إني من رجال الدين ومن الإكليروس وبصفتي شاب قبطي في نفس الوقت، إكليركي شاب قبطي رجال إكليروس، يعني من رجال الدين، أقدر أقول لكم كفاية ظلم للأباط. ونتمنى لكل مظلوم في الحبوس والسجون يخرج ويعيد. كمان نتمنى من رجال الدين التعامل مع رجال الدولة، ورجال الدولة التعامل مع رجال الدين لصالح الشعب ولصالح رفع دولتنا ومواجهة الإرهاب حقيقي في كل المجالات، لأن الإرهاب بقى بيطول كلنا، بقى بيطولنا كلنا. ومنظر الشهيد اللي اتقتل عشان كان بيفكك القنبلة لسه فاكره لغاية دلوقتي، منظر الإرهابيين اللي نفسي يتمسكوا فجروا القطر، منظر الإرهابيين اللي ضرب مسجد العريش، ضرب فيه 300 صوفي عشان كان مش على نفس المعتقد اللي قتلهم.
يفتكره كل شوية. رجاء محبة، تكسير الإرهاب، تكسيره وقتله، قتل الإرهابيين، وتوقيف الدعم، وأي حد موجود جوه مخترق الأجهزة الحكومية يتمسك زي ما اتمسك هشام عشماوي ضابط الجيش. الناس دي ما بتطلع بره الوظائف الحكومية، مش يقتلونا ونأكلهم كمان من فلوسنا؟ هما بيدفعوا من ضرايبي ومن ضرايبك، بياخدوا مرتبات، صح ولا مش صح؟ لو سمحتوا يعني، الأزهر بياخد دعم من الدولة، ليه ما بقاش الكنيسة بتاخد دعم من الدولة؟ ده دعم بالمليارات. أو الأزهر يسمح ليه طلاب المسيحيين إن هم يخشوا الكليات العلمانية دون أن يجبر عليهم أن يحفظوا نصوص دينية، أو يتفتح للمسيحيين في الكنيسة كليات علمانية زي ما حصل في الأزهر. المشكلة ومع تجديد الخطاب بالنسبة لشيخ الأزهر اللي حلو إن هو تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد، واللي لاقى عدم قبول وإساءة من طلاب الأزهر، ولكنه طريق للتنوير والتفتيح والإصلاح. طول ما يبقى فيه طريق التنوير والإصلاح، طول ما الشعب ده ودولتنا هتعلى وهترجع لمكانتها العالية. قابلكم فيديو جديد مع كراندو وكروستين على محبة، مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق. شكرا لحضراتكم.